إن كثيرا من الهم الذي يسكن النفوس سببه أن بعضنا يحمل الهم هم غيره، فكل حدث يقع بين يديه يحلله ويضخمه، ويتحدث كثيرا فيما لا يعنيه، يحلل المواقف، يدخل في سراديب طويلة من الهموم والأحزان مع أنه ليس مسؤولا عن هذا كله. حبيبكم عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا. تريد الطمأنينة؟ دع ما لا يعنيك، واقطع حبال التفكير التي قد أوقدها الشيطان في رأسك فاشتعل رأسك همّا. اقطع هذا، فإن للكون خالق، لست مسؤول عن الناس حتى تحاسب هذا وتنتظر ذاك وينقطع الفرح من قلبك لأن فلانا ما طرق الباب. حبيبك عليه الصلاة والسلام كان أهنأ الناس في وضوئه وفي صلاته وفي طعامه وفي عيشه وفي جلسته مع أهله وفي خدمة الناس، بل قيادة الأمة. هون على نفسك قليلا من هذا الهم، اجعله لدينك ولآخرتك، فإن الهم الذي يسكن صدرك سببه أنت، وأنك تعيش فيما لا يعنيك وتحمل هم الناس من حولك، ولذلك هذه الهموم التي أنت فيها طردت عنك الطمأنينة. فاطمئن، فإن الخلق للخالق وأنت لست مسؤول عن الخلق. أنقذ نفسك ومن تعول، واترك عنك هذا الفضاء وهذا العالم، فإن له رب جل وعلا يرعاه. وما أهنأ حياة المطمئن الذي يعيش في سعادة لأن حديثه وحركاته فيما تعنيه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.